الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. سميراميس الملكة الآشورية الغامضة. كانت سامورامات أو سميراميس كما اشتهرت ملكة وصية على عرش الإمبراطورية الآشورية بين عامي 811 و806 قبل الميلاد. عرفت أيضاً باسم شامورامات أو سامورامات، وكانت زوجة شمشئاد الخامس الذي حكم بين عامي 823 إلى 811 قبل الميلاد، وقد تولت الحكم بعد وفاته حتى بلغ ابنها آد نيراري الثالث سن الرشد، حيث سلمته مقاليد الحكم حينها. تقول عنها المؤرخة كويندولين ليك: حققت هذه المرأة شهرة وقوة كبيرتين في حياتها وحتى بعد موتها، حيث تذكر السجلات الحديثة أن سميراميس كانت ذات تأثير مهم على البلاط الآشوري، الأمر الذي من الممكن أن يفسر قدرتها على صون العرش بعد وفاة زوجها. لم يكن بمقدور النساء الوصول إلى مناصب قيادية في الإمبراطورية الآشورية، وحكم امرأة كان شيئا لا يخطر بالبال ما لم تكن امرأة ذات سلطة قوية بما يكفي لتمسك زمام السلطة. هذه بالتحديد كانت مشكلة بالنسبة لحكم سامورامات. لا يوجد سوى القليل من المعلومات عن حكمها وإنجازاتها، مما جعل بعض المؤرخين يصفونها بالسيدة الآشورية الغامضة للقرن الثامن قبل الميلاد، والتي لا نعرف عنها شيئا سوى اسمها المنقوش باسم سيدة القصر، إلا أنه وعلى ما يبدو أنها كانت أكثر من ذلك. وبالرغم من القليل المتبقي لدينا عن حكمها، إلا أنه كاف ليجعلها مساوية لسلفها من حكام فقد استطاعت الحفاظ على المملكة بعد وفاة زوجها. سلف سميراميس: كان شمشئاد الخامس ابن شلمنصر الثالث وحفيد آشور ناصر بال الثاني، اللذان أمنا بحكمهما الناجح وحملاتهما العسكرية الاستقرار والموارد المناسبة لشمشئاد الخامس ليبدأ حكمه الناجح، وليس لأخيه الأكبر المتمرد على الحكم. ويبدو أن الابن الأكبر لشمس النصر الثالث آشور دانيين بال قد سئم انتظار الحكم، فشن عصيانا ضد والده شلمنصر الثالث عام 826 قبل الميلاد، فيما وقف شمشئاد الخامس إلى جانب والده وقضى على العصبان، إلى أن ذلك أخذ منه 6 سنوات. وفي ذلك الوقت هزم فيه آشور دانيين بال، كان شمشئاد الخامس قد فقد العديد من موارده، وبالتالي أصبحت الإمبراطورية الآشورية ضعيفة وغير مستقرة. حكم سميراميس: ظهرت سميراميس في الوقت نفسه في السجلات التاريخية، وليس معروفا متى تزوجت الملك ومتى توفي زوجها وتولت الحكم. لقد كانت قادرة على تأمين الاستقرار للبلاد، حيث يعتقد المؤرخون بأنه ومنذ ذلك الزمن الذي يبدو غير واضح لأهل آشور، فإن الحكم الناجح لامرأة قد ولد نوعا من الرعب أكبر من ذلك للملك، كونه أمرا غير مسبوق. فقد كانت قوية بما يكفي ليكون لها شاهدة خاصة متوضعة في مكان بارز من مدينة آشور، حيث نقش عليها شاهدة سامورامات ملكة شمشئاد ملك الكون وملك آشور، والدة آد نيراري ملك الكون وملك آشور، كنة شلمنصر ملك أقاليم العالم الأربع. ليس معروفا على وجه التحديد ما فعلته سامورامات خلال حكمها، إلا أنه على ما يبدو أنها أنشأت عددا من المشاريع المعمارية، وقد تكون قادت حملات عسكرية بنفسها. حسب المؤرخ ستيفن بيرتمان، فإن سميراميس قد اتخذت خطوة استثنائية بأن رافقت زوجها قبل وفاته في إحدى حملاته العسكرية، وقد ذكر ذلك بشكل بارز في النقوش الملكية. وبعد وفاة زوجها يبدو أنها استمرت بقيادة الحملات العسكرية بنفسها، بالرغم من أن هذا أيضا والكثير غيره يبقى محط تساؤل. مهما كانت قد فعلت، فقد قامت بإرساء الاستقرار في الإمبراطورية بعد الحرب الأهلية، وضمنت لابنها دولة ضخمة وآمنة حينما وصل للحكم. ومن المعروف أنها هزمت الميديين واستولت على مناطق حكمهم، ومن الممكن أنها غزت الأرمن. وبحسب هيرودوت،
فقد تكون هي من شيدة السدود في بابل على نهر الفرات، والذين كانوا ما يزالون مشهورين في زمنه. وما فعلته أيضا امتزج بالأساطير بعد حكمها، فقد علقت المؤرخة سوزان وايث باور: وصلت الأميرة البابلية سامرامات لمكانة عالية في السلطة، امرأة على العرش الآشوري، الأمر الذي لم يحدث قبل، وقد عرفت سامرامات ذلك جيدا. الشاهدة التي بنتها لنفسها كانت لحد ما بغية ربط نفسها بأي ملك آشوري ممكن. لم تسمي نفسها ملكة شمشياد وأم آد نيراري فحسب، وإنما كنة شمناصر ملك أقاليم الأربعة. كان وصول سامرامات إلى السلطة صاعقا، حيث تردد صداه بعيدا في الذاكرة التاريخية لأناس قد وصلوا لتوهم لمكان هذا الحدث. تذكرها الإغريق وأعطوها اسم سميراميس. قال عنها المؤرخ الإغريقي كتسياس بأنها ابنة آلهة السمك التي ربتها اليمامات، وتزوجت ملك آشور وأنجبت ولدا يدعى نينياس. عند وفاة زوجها استولت على السلطة غدرا. تردد القصة القديمة صدى اسم آد نيراري كنيناس ابن الملكة الأسطورية. وهذه ليست القصة الوحيدة التي تشير إلى أن سامرامات قد استولت على السلطة بطريقة غير معلنة مشبوهة، حيث يخبرنا المؤرخ الإغريقي دياديروس بأن سميراميس قد أقنع زوجها بأن يسلمها السلطة لخمسة أيام فقط ليرى كم هي جيدة بإدارتها، وعندما وافق على ذلك أمرت بإعدامه واستولت على التاج بشكل دائم. تلك الأساطير عن سميراميس وزوجها من نيناس قد أوحت وما تزال توحي للكثير من الحكايات عن حكم هذه الملكة. وبحسب أحد السجلات في القرن الثاني عشر، فإن تأثير سميراميس قد وصل حتى جرمانيا القديمة. تقول الحكاية بأن لنينياس ولدا من زواج سابق يدعى تربيتيا. كرهت سميراميس ابن زوجها وعدته تهديدا، فقامت بنفيه بعد وفاة زوجها، أو من الممكن أنه قد فر من آشور خوفا على حياته مع مجموعة من أتباعه، حيث أنشأوا مدينة ترير في ألمانيا حاليا، والتي أصبحت من أكبر المدن الإمبراطورية الرومانية فيما بعد. أو في سجلات أخرى كسجلات ديودوروس سيكليوس، والتي تبدو كأنها جمعت بين سجلات سابقة لحكم سامرامات والأساطير المتعلقة بالآلهة عشتار أو أنانا، مما جعل هذه الملكة سميراميس أسطورية وشبه إلهية. اختلف المؤرخون حول هذه النظرية، وادعى بعض منهم بأن سامرامات ليس لها علاقة بشخصية سميراميس اللاحقة، كما ذهب آخرون بأن سامرامات لم تحكم مطلقا قوسية على العرش. ذكر المؤرخ وولفرام فون سودن بأن سامرامات وسميراميس في الأدب الإغريقي التي حكمت قوسية على العرش في 810 قبل الميلاد أمر لا يمكن إثباته. لم يكن وولفرام فون وحده في هذا الادعاء، بل أصر العديد من المؤرخين على الادعاء القائل بأن سامرامات لم تحكم الإمبراطورية الآشورية فحسب، بل كانت ملهمة للعديد من الأساطير المحيطة بشخصية سميراميس. سميراميس في الأدب. وبقيت سميراميس ورغم كل شيء من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ القديم، بل وأصبحت أكثر جدلا منذ القرن التاسع عشر الميلادي، عندما نشر الكاهن المسيحي ألكسندر هيسلوب كتابه بعنوان البابليين سنة 1858. يشير الكتاب إلى أن سميراميس كانت زوجة نمرود، وبأنها نفسها عاهرة بابل، بينما لا يوجد أي دليل تاريخي يدعم صحة ادعائه. الأخطاء التاريخية في هذا الكتاب كثيرة جدا على أن تحصى، ورغم ذلك يبقى للكتاب تأثير قوي على بعض القراء فيما يخص فهم التاريخ القديم بشكل عام، وسميراميس على وجه الخصوص، كما ويعتبره البعض مرجعا موثوقا، مما جعله يساهم بتغذية الجدل المحيط بسميراميس. سواء كانت سامرامات نموذجا لسميراميس أم لا، الأمر الذي لا يزال مثارا للجدل بين المؤرخين المعاصرين الذين لم ينفكوا يستشهدون بالنقوش نفسها في حججهم المتضاربة، وعلى ما يبدو بأنه جدل لن يحل قريبا. نعتمد ببساطة على دليل واحد، هو الشاهدة التي نصبتها سامرامات لنفسها في مدينة آشور المزدهرة، والتي
تظهر بأنها كانت ملكة آشورية مثيرة للإعجاب وقوية جداً، عرفت عند الأجيال اللاحقة باسم سميراميس.